عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر وتقنين وضعها وأشار مدبولي إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي بهدف السعي لحل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي وضرورة تقنين عمل تلك الشركات من خلال سرعة تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذي ينظم عمل تلك الشركات وفق الضوابط المحدده لذلك استشهد أربعة مواطنين بينهم مواطنة وطفلة فجر اليوم، وأصيب مواطنون آخرون بينهم أطفال في قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي منازل وسط قطاع غزة، وخياما تأوي نازحين غرب رفح الفلسطينية جنوب القطاع، وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف منزلا في محيط منطقة البركة بمدينة دير البلح. وسط قطاع غزه، كما اصيب مواطنون اخرون في قصف مدفعي واطلاق نار من اليات الاحتلال صوب خيام في منطقه الشاكوش ومفرق الاقليمي، وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت بشكل مباشر طواقم جهاز الدفاع المدني اثناء تواجدهم في مقر عملهم بمخيم نصيرات وسط القطاع، الامر الذي ادى الى استشهاد عدد من عناصر الدفاع المدني واصابه اخرين. أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن ما لا يقل عن 557 ألف سيدة في غزة يواجهن انعداما حادا في الأمن الغذائي، مشددة على أن الوضع مقلق بشكل خاص بالنسبة للأمهات والنساء البالغات. وذكرت الهيئة الأممية في تقرير لها أن الأعباء الموقعة على عاتق النساء أثناء الصراعات تزداد، ويتم حرمانهن من الوصول إلى الخدمات، وتتعرض صحة وأمنهن الغذائي للخطر كما تزداد مخاطر تعرضهن لكل أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي بدأ الإيرانيون التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي الذي لقى مصرعه في حادث تحطم مروحيته في ع... التاسع عشر من مايو الماضي ويتنافس في تلك الانتخابات أربعة مرشحين للفوز بمنصب رئيس الجمهورية الإيرانية الذي من المنتظر أن يواجه العديد من التحديات أبرزها الملف الاقتصادي والاتفاق النووي والتفاوض مع الغرب لرفع العقوبات المفروضة على إيران قال الرئيس الامريكي جو بايدن انه عندما تولى حكم الولايات المتحده كانت الامور سيئه للغايه وكان لابد من اعادتها الى ما كانت عليه من قبل وخلال اول مناظره رئاسيه اضاف بايدن انه عندما غادر الرئيس السابق دونالد ترامب الحكم كان الوضع يحمل الكثير من الفوضى الى جانب ارتفاع الاسعار الادويه والمنازل والبنزين وكانت الولايات المتحده غارقه في الديون لافتا الى انه ورث تضخما كبيرا ومن جانبه أكد ترامب أن الولايات المتحدة في عهده كان لديها أعظم اقتصاد في تاريخها مشيرا إلى أنه وفريقه حققوا الكثير من الإيجابيات لدعم الاقتصاد وألقى ترامب باللوم على بايدن في ارتفاع التضخم وعدم قيام إدارته بأي شيء حيال معالجة الأمر أعلن الكرملين أن روسيا تدرس خفض مستوى العلاقات مع الغرب بسبب تورط الولايات المتحدة وحلفائها على نحو أعمق في حرب أوكرانيا وردا على سؤال حول إمكانية تنفيذ الخطوة أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنها واحدة من عدة خيارات قيد الدراسة في ضوء النهج الحالي الذي يتبعه الغرب تجاه بلاده مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حيال هذا الأمر بعد